أكدت المملكة أنها كانت وما زالت وستظل تؤمن بقوة الثقافة والتراث في جمع الناس والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة ولبناء مستقبل ثقافي غني تزدهر فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون. وإيمانا منها بأهمية التراث، تسعى المملكة لتطوير المتاحف وإنشاء مجموعة جديدة منها، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالآثار والتراث الحضاري. معنا هاتفيا رشا الفواز، مدير المتاحف بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. أهلا بك أستاذ رشا معنا، بداية كل عام وأنت بخير. شكرا لك أستاذ حسن وقناة الأخبارية ومشاهديها على هذه الاستضافة في هذا اليوم الغالي على قلوبنا، وهنئ خادم الحرمين الشريفين ولي عهده والشعب السعودي باليوم الوطني 91. في أرض خطأ فيها الإنسان منذ العصور الحجرية الأولى، مواقع ومستوطنات تدلل على ذلك. في أرض نشأ فيها الحرف العربي الأول، وكتبت فيها المعلقات العشر، وصدح فيها النبي الأكرم اللهم صل عليه وسلم خاتم المرسلين بدعوته. هنا القبلة والمسجد الأول وقبره الشريف. هنا جاء نداء لإبراهيم، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هنا حجر إسماعيل وخطوات هاجر القلقة وبئر زمزم يروي العطاش. هنا حيث نعيش تقبع تحتنا مئات الحضارات التي قامت وبادت لتؤكد مكانة هذه الأرض وعظمتها واستمراريتها. هذه بلادي، مهد العروبة ومنار الهدى. كل عام ونحن في خير ورخاء ونماء وازدهار. طيب أستاذ رشا، يعني في مركز الملك فيصل البحوث والدراسات الإسلامية كمديرة للمتاحف في هذا المركز، ما هو دوركم؟ ماذا تقومون بفعله داخل هذا المركز؟ أولاً أنا أعمل مديرة لهذه الإدارة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. نقوم برعاية 6 مجموعات متحفية متنوعة ما بين المخطوطات الإسلامية، ولدينا مجموعة تشكل حوالي 28,000 مخطوطة. أيضاً نقوم برعاية وحدة الذاكرة السعودية والتي أطلقناها بمناسبة اليوم الوطني، وهي وحدة قائمة على تسجيلات صوتية قام بها الدكتور سعد الصويان خلال الستينات والثمانينيات من القرن الماضي. أيضا نقوم برعاية مجموعة الفن العربي الإسلامي، ولدينا مجموعة من المقتنيات المتحفية أو القطع بمختلف المواد والخامات التي نرعاها رعاية ونقوم بعضها في المتحف الخاص بالفن الإسلامي. أيضا نرعى مجموعة الملك فيصل رحمه الله، المجموعة الخاصة بالملك فيصل متعلقاته الشخصية وما إلى ذلك. نقوم برعاية مجموعة من اللوحات الفنية، وبكذا أنت تلاحظ ممكن يا أستاذ حسن أن المجموعة عندنا في المتحف متنوعة، وأن المتحف لا يقتصر على فقط المواد التاريخية، قد يكون أيضا متحف للفن وللعلوم ولل شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف رشا الفواز، مدير المتاحف بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. معي في الاستوديو كذلك ضيفتي أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتورة سلمى هوساوي. دكتورة سلمى أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. هلا فيك. هلا أستاذ. هلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يسعدك. أهلا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتقدم بأسماء آيات الشكر، بأسماء آيات التهني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة التي تجدد في أنفسنا مشاعر الانتماء والاعتزاز بهذا الوطن المبارك. والمملكة العربية السعودية عبر تاريخها القديم الطويل والموقف في القدم شكلت هويتها الثقافية والتاريخية الخاصة بها طبعا، وطبعا لأنها تحتل جزء كبير من أرض أجزاء الجزيرة العربية، ثلثه تقريبا
فتعاقبت على أرض هذه الجزيرة العديد من الحضارات من شمالها لشرقها لغربها. فنجد في شمال الغرب في الشمال والشمال الغربي حضارة دادان والحيان التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، وحضارة الأنباط التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتدمر وأدمات وغيرها العديد من الحضارات التي قامت على أرض المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية لديها العديد من الآثار المنتشرة في كافة أنحائها، سواء المعمارية، الأثرية، التراثية والكثير. على سبيل المثال الرسوم الصخرية في في حائل، والعديد وادي ماوان القريب من منطقة الرياض، والذي يعتبر منتزه لأهالي المنطقة، والذي يعود تاريخه لحوالي 100,000 عام من اليوم، حوالي إلى العصر الحجري القديم والعصر الحجري القديم الأعلى. كأستاذة للتاريخ، رئيس هيئة التراث كان معنا خلال الأسبوع الماضي وذكر بأن حجم الآثار غير المكتشفة في المملكة، يعني الآثار المكتشفة في المملكة نسبتها 20%، بما أن هناك نسبة كبيرة ما زالت يعني غير مكتشفة في الآثار والتراث وما إلى ذلك. كأستاذة في التاريخ، ما الذي يعنيه لك هذا وهذه النسبة؟ نعم، هذه النسبة تقريبا تعتبر عالية، وهيئة التراث تعمل وما زالت تعمل إلى الآن، سجلت في حوالي 800 و176 معلما أثريا في المملكة. في الربع الأول من 2021 سجلت حوالي 624 موقع، فبالتالي الهيئة تقوم بعمل جبار ضخم من أجل تسجيل هذه المناطق. ما زال صحيح، ما زال العديد يحتاج، العديد من المناطق تحتاج إلى التنقيب. على سبيل المثال طبعا قرية الفاو التي تضم العديد من الآثار التي تعود إلى تقريبا الألف الرابع قبل الميلاد، العديد من النقوش المختلفة في المنطقة، قد تعتبر متحفا أثريا مفتوحا للزائر. فبالتالي ما زلنا، ومنطقة العلا التي فيها الحجر، منطقة الحجر التاريخية كذلك ما زال العمل عليها مستمر. فالمملكة تضم العديد من الآثار التي لابد من استكشافها والعمل على تقديمها وتصدير هويتنا الثقافية المجتمع سواء المحلي أو الدولي. وسط هذا التطور الذي نعيشه اليوم والتقدم المتسارع، كيف يمكننا منع اندثار التاريخ والتراث والحفاظ على الهوية وما تحقق؟ نعم، طبعا أدركت المملكة العربية السعودية من أهمية هذا الإرث الحضاري، فقامت بالعديد من الأعمال من أجل عدم اندثار هذا الإرث التاريخي والحضاري. على سبيل المثال استحداث العديد من الهيئات، على سبيل المثال هيئة تطوير بوابة الدرعية، هيئة تطوير بوابة الدرعية التي طبعا استحدثت عام 2017، وضع حجر الأساس للعمل في هذا المشروع الضخم الملك سلمان عام 2020. فهذه البوابة أو هذا الموقع التاريخي يوجد فيه حي طريف التاريخي، هذا الحي له أهمية تاريخية في الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، حيث ضم أهم الآثار التي تعود للدولة السعودية الأولى والثانية، ومن أبرز المواقع التي موجودة في هذا الحي قصر سلوى، قصر سلوى الذي كان مقر حكم الدولة السعودية الأولى في تلك الفترة، وبجانبه كان ومقر حكم الإمام محمد. طيب أنا لدي سؤال فقط، انتهى الوقت، ولكن لدي سؤال أريد منك يعني رسالة للأشخاص الذين يودون التخصص مثلا في تخصص التاريخ أو ما يخص التراث، هل هناك مستقبل واعد للمتخصصين في هذا التخصص؟ نعم، هناك مستقبل واضح وواضح. من أهداف وزارة السياحة أو من أهدافهم تأهيل المرشدين السياحيين لتقديم طبعا الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية متخصصين، لأن المتخصصين خاصة للزوار للمنطقة بشكل كبير، الجامعات في حاجة، المتاحف في حاجة، فالعديد الهيئات المستحدثة كذلك في حاجة إلى هؤلاء المتخصصين.
إذن المستقبل واعد. نعم مستقبل واعد وقوي. شكرا الرحمن. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا في الاستوديو أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتورة سلمى هوساوي، شكرا لحضورك والمشاركة. أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم الاستضافة. شكرا.